خير لنا وصباح الخير كاتي، وصباح الخير لكافة مشاهدي ومتابعي الشاشة التلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد. في الواقع اليوم يعني نتواجد في هذه اللحظات أمام مستشفى جرش الحكومي، وللحديث حول يعني التطورات حالات التسمم التي بدأت منذ فجر أمس، ولابد من وضع المشاهد والمواطن بصورة بآخر مستجدات هذه الحالات. وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف الدكتور صادق العتوم، وهو مدير مستشفى جرش الحكومي. صباح الخير دكتور. الله يعطيك. صباح الخير أستاذ أبو هيثم ولجميع السادة مشاهدي التلفزيون الأردني. دكتور يعني بدنا نبدأ من يعني آخر إحصائية لديكم وعدد الحالات اللي راجعت ودخلت إلى هذا المستشفى. يعني زي ما تفضلت، من مساء يوم الاثنين بدأ قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى باستقبال حالات مرضية تعاني من أعراض التسمم الغذائي. ويعني حقيقة حتى ساعات فجر هذا اليوم كان هنالك وجود لبعض هذه الحالات التي تراجع قسم الإسعاف والطوارئ. مجموع الحالات بلغ 106 حالات حتى هذه اللحظة. بحمد الله تعالى معظم هذه الحالات حالات بسيطة لم تستدعي الدخول إلى المستشفى، وإنما تم إجراء المعالجة الطبية اللازمة لها في قسم الإسعاف ومن ثم غادرت. بقي فقط حالتين داخل المستشفى لتلقي العلاج، وإن شاء الله في القريب العاجل يغادر المستشفى. طيب دكتور، يعني احنا يعني بصفتك مدير المستشفى ومطلع على يعني الأسباب، لأنه يعني عادة النتائج الأولية تظهر من المختبرات وزارة الصحة ومستشفى جرش الحكومي. يعني المؤشرات الأولية فيما يتعلق في هذه الحالات، يعني سيدي منذ اللحظة الأولى لاحظنا أن وجود هنالك سمة مشتركة بين جميع الحالات التي راجعت، وهي تناول الطعام من أحد المطاعم في مستشفى جرش، وبالتالي كان هنالك تحرك سريع مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز الوزارة، وتم أخذ عينات من هذا المطعم ومن العاملين فيه وأيضا من المرضى الذين راجعوا. كان امبارح تصريح من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن هنالك وجود لجرثومة ممرضة في العينات الأولية، وإن شاء الله اليوم سوف تظهر النتائج يعني بشكل نهائي. لكن يعني بحمد الله الآن بدأ هنالك تناقص في عدد الحالات التي تراجع المستشفى، وإن شاء الله أنه ينتهي هذا الموضوع سريعا. طيب دكتور، يعني السؤال الأخير إذا سمحت، يعني عادة حالات التسمم يعني من الفترة الزمنية اللي بتقعدها، يعني كون أنه التسمم حصل مساء الاثنين، إحنا اليوم صباح الأربعاء، يعني شو توقعاتك؟ يعني معظم الجراثيم المسببة للتسمم الغذائي هنالك فترة حضانة لهذه الجراثيم، بالعادة هي تكون من 12 ساعة إلى يومين إلى 3 أيام. إن شاء الله أنه يعني مع ساعات هذا اليوم تنتهي هذه الحالات، وبالتالي تكون هذه القصة قد طويت وإن شاء الله لا تتكرر في قادم الأيام. شكرا جزيلا دكتور صادق العتوم، كنت معنا عبر شاشة التلفزيون الأردني ضمن برنامج يوم جديد من مستشفى جرش الحكومي، ونحن بدورنا نتمنى الشفاء العاجل للمقيمين في المستشفى وعددهم قليل جدا، نتمنى كذلك أن تزول هذه الحالات بالقريب العاجل.